السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عامله لكم وصفة حلوة قوي ولذيذة وسريعة جدا جدا، مكرونة بالسجق الشرقي. السجق الشرقي ده فيه دهون؟ فيه دهون صح تمام، بس انا بعمله مخصوص، بروح للجزار اللي بتعامل معاه بيعمل لي نوع سجق حلو جدا، بيبقى نسبة التوابل فيه عالية جدا، وطبعا لحمة مفرومة حمراء ونسبة الدهون فيه تكاد تكون معدمة. عامة الدهون الحيوانية أفيد بكتير من الدهون اللي هي المصنعة والكلام ده والزيوت والحاجات دي، بس طبعا بتبقى نسبة قليلة جدا جدا، يعني هو لونه أحمر زي ما انتوا شايفينه كده، مفيهوش أي حاجة خالص. أوكي، واستخدمت مكرونة، المكرونة الشوفان من لينو. تمام، هنبدأ بقى كده أوريكم المقادير. خدت بالظبط 6 صوابع سجق شرقي، ريحته حلوة جدا، ولازم تقف عليه الجزار تعرفوا بيحط ايه عشان ما يزود لكوش الدهون فيه. دول ده قرن فلفل رومي او حامي زي ما انتوا عاوزين، قطعوه شرايح صغيرة رفيعة كده انتوا شايفين، بصلاية برضو وسط متقطعة شرايح رفيعة، وبرضو طماطماية صغيرة. اوكي، ودول حوالي 3 فصوص توم مهروسين. والمكرونة بتاعتنا حبيبتنا انا سلقة حوالي 100 جرام، يعني كوبايه طلعت معايا الكميه دي حلوه، طبق مكرونه حلو اهو على قدي زي الفل. يلا نبدا بقى هوريكم خطوه خطوه بنعملها ازاي. هنقطع بقى السجق كده قطع صغيره، مش عشان حاجه، انا واحده بحب السجق يبقى كامل، يعني تبقى واحديه على حالها كده زي ما بيقولوا، بس بقطعه ليه؟ اولا عشان يستوي بسرعه، وثانيا يعني بيني وبينكم عشان يدي فوليوم كده، يبان ان هو كتير بقى. ايه ده معانا طبق مليان سجق على عينه، يعني ايه؟ ندي نفسنا ايحاء ان الطبق مليان سجق بقى. هم اساسا 6 صوابع غلابه، فايه لما بنقطعهم بيدوا كتير، فاهمين الايديا او الفكره اهو. خلاص اخر صباع معايا، هحط انا بقى الـ البصل والثوم، هوريكم برده بحطهم ازاي وارفعهم على النار. بصوا شكل السجق. بس هنسوي بقى البصل والثوم ازاي. هجيب الحله او الطاسه اللي هسوي فيها، احط من غير ولا نقطه زيت، ولا نقطه زيت واحده، احط البصل والثوم زي ما احنا شايفين، واحط عليهم شويه ميه صغيرين جدا، دول بيساعدوا ان البصل والثوم يستووا ويتحمروا، مفيش اي مشكله خالص. رفعتهم على النار دبلوا شويه زي ما انتم شايفين، هنزل عليهم بقى بالسجق. بصوا نسبه الدهون فيه قليله جدا جدا، يا دوبك تدي طعم حلو كده للخضار اللي مع السجق وكده اهو. تمام خلاص، بصوا ولا نقطة دسم واحدة، يا سلام على صوت الطشطشة وجمالها. اوكي، هنزل بقى بالفلفل الاخضر، حامي بارد الوان، يعني اتس اب تو يو بقى، عيشوا حياتكم في الموضوع الفلفل ده. هقلبه كويس وانزل بالطماطم، طماطمية صغيرة انا قطعتها رفيع كده بس عشان تدي فوليوم، يعني تبني هي كتير. هحط عليها سنة فلفل اسود بس واحدة، ومش هحط ملح، هعتمد على التوابل الموجودة في الساسج نفسه او في السجق نفسه، والله ما حطيت ولا نقطة ملح. بصوا استوت، هي بقت حلوة ازاي. خلاص كده تمام، هنزل بقى بالمكرونة، سلقتها في ميه وملح بالظبط، ما حطيتش حتى زيت في الميه بتاعتها. مكرونه الشوفان دي هايله هايله، في طبعا انواع كتير بس ده اكتر نوع انا ارتحت معاه قوي، وطعمه كمان جميل جدا جدا جدا. خلاص كده كل حاجه تمام، الهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى الحلاوه، طبق مكرونه بطل. عارفين ايه بطل؟ ريحته حلوه جدا من غير ولا نقطة زيت، حتى المكرونة سلقتها بمية وملح ليس أكثر. يعني أعرفها بقى عشان أنا بجد جعانة جدا جدا، مش قادرة أوصف لكم الريحة، أقسم بالله يعني كان نفسي تبقوا معايا، ما كنتش هديكوا بس يعني تتفرجوا بس. لا طبعا، وأنا وشف بقى الحلاوه، اقسم بالله طبق عالمي. يقول لك السجق لا ممنوع في الدايت، لا مش ممنوع، مين قال لنا يا جدعان؟ مفيش حاجه اسمها ممنوع في الدايت، كله هيلثي، اعملوه بطريقه هيلثي اند ذاتس اول، مش اكتر من كده. بصوا بقى الحلويات،
في الحلة على جنب كده. بصوا بصوا بقى، اما ناخد الاستاذه دي مع المكرونيه دي مع مع الايه مع الصوصايه دي. اوعى رجلك والمكرونه وقعت. استنى خد المكرونه، خش بقى. خايفه. بصوا حلو الشكل، جميل. ندوق بقى، ندوق. قبل ما ادوق صحيح بدنا نحط عليها شويه هوت صوص كده. يا سلام كده فل الفل. بصوا بقى مع الهوت صوص، تعال ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي والله تسلم ايدي صراحه. يعني ايه بقى، تكتبوا لي حاجه في الكومنتس على الحلويات دي. لا 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 انا مش عارفه اتكلم بسرعه بقى. امسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا. هاكلها بقى مكرونه في السجق. باي باي.